ولا ريمبي ده ليمبي بجد. علشان كان مصر هجرت كل عصر. علشان خاطر مصر يا شيخ، شوف الاعلان دي لكورن بجري، ما تضيعش تعب يا شيخ. بص ايدك مش عايز اخبط في مدر يا شيخ. حاضر 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 حاضر، ما تقلقش ليمبي، ما تقلقش ليمبي. اوه بابا بيخبطوا بيا. ايه ده؟ ايه ده؟ ابو شخا ايه ده مغامرتك؟ ابو شخ في ايه؟ بصوا احنا بقالنا كتير جدا 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 ما عملناش السلسله دي، لان تقريبا يعتبر خلصت كل الالعاب المصريه اللي اتعملت على الموبايل تقريبا، بس في لعبه كده انا وقعت فيها بالصدفه، واعتقد شفتوا فيها يعني شفتوها في الصامنيل اللي بره، في الصوره اللي بره، والله العظيم اللعبه اسمها كده. انا حاليا دلوقتي يا جماعه بصور الانترو دي بعد ما صورت الفيديو انا مش عارف، مش مصدق احنا وصلنا ليه. حد يقول لي انا لعبت ايه؟ يعقلوا الكل. طبعا هي الشتيمه دي كلنا شتمناها واحنا صغيرين، فاهم؟ الطفل لو فاهم عايز صغير دوت بيشتم، يلا يا ابو خش شوف الفيديو، خش شوف. انا مش هطول معاك فاهم، لان الفيديو عجيب جوه والله، في ناس غريبه جوه في اللعبه، ما علينا يعني. المهم بس اشرح بس للناس اللي مش فاهمه، احنا عندنا سلسله يا جماعه ان احنا بنعمل اللعب المصريه او اللعب العربيه اللي نازله على الموبايل، وبقالنا كتير قوي ما عملناهاش ورجعت لها النهارده. فالنهارده يا جماعه هنجرب 5 لعب مصريه، وفي منهم لعبه عربيه تقريبا او مصري ما اعرفش الصراحه، بس المهم كلهم صناعه عربيه وكلهم هلث وضحك. طبعا انا بقول اسماء اللعبه قبل ما نبدا، واللعب كلها على الموبايل فتقدر تنزلها براحتك، واللعب كلها مجانيه. اه المهم بس تنعمل انترو، لان انا بقالي فيديوهين بنساها تقريبا. وحاجه كمان انتوا عمالين تقولوا لي اصلا فين الانترو الجديده، فين الانترو الجديده؟ انترو جديده ايه؟ انا اعطيكم قلت لكم لسه في الخطه الخمسيه الجايه، يعني مثلا كمان شهرين، مثلا كمان شهر كده انا لسه نعمل ايه. المهم يلا، ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك للفيديو دوت، وتشترك في القناه وتشغل الجرس. لو تعرف اي لعبه مصريه تانية ابعتها لي في الكومنتات، اكتب لي اسمها في الكومنتات، ويلا بينا على الفيديو. اول لعبه معانا يا جماعه وانا نفسي الصراحه اجربها اسمها الليمبي داش. من صوتك كده شكلها زي ساب واي بس بشخصيه الليمبي، انا عارف عاملين ايه اللعبه دي صراحه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بالطول اهي لعبه، بالطول اهي لعبه، بالطول بس مصريه انا بحب. مش مهم. ايه ده؟ ده الليمبي بجد؟ علشان كان مصر هجري في كل عصر. ايه ده؟ انا ما افتكرتش كده والله، افتكرت مثلا يعني وشه بس متركب على عيل صغير، مثلا شخصيه غريبه ده حاطين بلبسه. اوبا طب هو بيعمل ايه ده؟ في ايه بيرسك ليه والله العظيم؟ في ايه والله؟ ده حتى ناقشين القرعه، القرعه منقوشه فاهم؟ يخرب بيت كده ماشي. انا الليمبي ابو الجدعان يا عم. عارف هيكرمنا ان شاء الله، هيكرمنا ان شاء الله في بوينتات. علشان كان مصر برضه هجري في كل عصر. خلاص يا عم هنجري خلاص. استنى تعال نشوف ستور ايه ده؟ انا اشتري الليمبي لو ممكن اشتري بوحه فاهم ب 50,000 جنيه. بعدين ماشي. واضح يا جماعه ان احنا بنجمع جنيهات، وفي تكاتك بتجري في قدامنا. ايه ده؟ يلا اجري، اتكل على الله يا عم الحاج. انا خبطت فيه قصد والله عشان اشوف هيحصل ايه. ماشي اوكي، واضح ان احنا يا تلات فرص. اوكي ما كنتش اعرف دوت. ماشي. اوس شوف يا جماعه هنجمع قد ايه، وطبعا الحاجات زي دي انا بتحداكم فيها يعني، فهنشوف. في امود وتجازي هنا والله العظيم. في ايه؟ في ايه؟ المفروض معايا مغناطيس دلوقتي. بجمع ايوه الجنيهات. عاش. في حمير هنا يمين وشمال والله العظيم. ايه ده؟ خدنا ايه؟ الفول اللي فوق، العنف اللي عنف، بس خلاص. انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ الفول العنف. ماشي. ايه ده؟ في صوت محمد صلاح. ايه ده؟ بخ يا لمبي. بخ فعلا يا عم العج، خوفتني فعلا. حاطين صوره الاهلي والزم، في لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي على الحيطان والله العظيم. عاملين ايه؟ عايز ده داخل حاره مصريه زملكاوي. ايه؟ اوعى غرر جسمك. ماشي. هو جايبين طبعا يا جماعه، جايبين حد بيقلد صوته فاهم، مش جايبين حاجه دي من الفيلم، بس عامل شغل حلو والله العظيم. ماشي هشوف بس احنا استنى كده يمكن معاش. علشان خاطر مصر يا شيخ، شوف الاعلان دي لكورن بجري، ما تضيعش تعب يا شيخ. ولا هو قال لي عشان خاطر مصر يتفرج على الاعلان. طب انا اتفرج ولا ما اتفرج؟ انا هتفرج يا جماعه الاعلان يا جماعه، عشان احلف لي بمصر هتفرج على الاعلان. اتفرج صدع النبي كده، انا عاوز اقسل كان في قلب الشارع. حاضر. عيني يا باشا اقسم بالله. ماشي اهو اتفرجت على الاعلان زي ما قال والله العظيم. بس بقى في فلوس اهي، في فلوس جنيهات. ماشي في فول اهو، الفول الفول اللي فوق، العنف اللي عنف، بس خلاص. ماشي بص ايدك مش عايز اخبط في مدره يا شيخ. حاضر. ما تقلقش ليمبي، ولا ليمبي. ايه ده احنا في محطه المترو بجد؟ والقط وطرق دايما مصدوق كلها مش هجري كده. اوكي ماشي. ده بيهخ. ماشي نعم ايوه كمل. يوليا نشر لمؤاخذه كلثوم جوزها، يوليا عليك.
والله العظيم. في لاينات عشوائيه بتطلع كده ما تبقاش فاهم من جاي منين. احنا سرعنا قوي على فكره، شكلها هنلبس لبسه حلوه. احنا الاخر بتاع هنلبس. هل انا اتخبطت فعلا جدا حقا ولا ايه؟ اتخبطت اي اتخبطت، مش طالع الاعلان. انا خلصت يا جماعه. تعال شوف الاعلان. تكذب كتير من طرف جوجل لاند يا عم. انا قلت لي ما تفكش على الاعلان. ام انت بترجع في كلامك. اللعبه اللي بعديها اول لعبه حلوه، صراحه ومتعوب عليها. عاملين اجواء حلوه جدا فاهم، واللعبه شكلها حلو، حتى كمان الشخصيه جايبين صوتها كويس، انا قريب منها كمان. هنخش على اللعبه اللي بعديها بقى. اللعبه اللي بعديها اسمها جاتشيس او المطارده، وهي شكلها مش مصريه، شكلها عربيه، بس هنشوف ايه الدنيا فيها يعني. يلا بسم الله الرحيم، يلا نبدا. ماشي، اول ليفل او يمين وشمال. ايه ده؟ في ايه؟ انا فوت اسيرفايف. في حد بيجري ورايا ولا ايه؟ ايه ده؟ في بوليس بيجري ورايا. نهار اسوح. المفروض ما اخبطش تقريبا، صح؟ المفروض افضل عايش مدة 20 ثانية. اوبا بابا بيخبطوا بيا، بيخبطوا. ايه ده؟ انا كسبت تقريبا. كسبت اهو. ايه ده؟ ده لما بتخبط بالعربية بنزل فاهم، بجري يعني بشد الجلابية واجري تقريبا. ماشي. ايه ده؟ خدنا شخصية. ايه ده؟ في ايه؟ ناحية تانية. المفروض ادمر تنكات مية. ايوه تنكات مية. ماشي، ادي واحد اثنين. ايوه ثلاثة أربعة. يا لهوي، تنزل واحد، تنزل واحد اهو. أربعة. كسبت. ايزي ايزي ايزي. اللي بعده. لا صعبوه علينا بقى، صعبوه علينا. ايش ايه كده؟ ماشي، فود اعدي من خمس جيتس من الحاجات دي، بوابات. انا قلت عديت من الاثنين اصلا اول ما دخلت. ايه ده؟ في عباد فجرت. تناخد الخمسة. اوه بص الخمسة دي. ايوه اوه. ماشي ما عليه، خلاص خلاص هسامح فيها، في سلاح، ورا ده. في لا ده ريبير، ده بيصلح لي العربية. استنى يا وي، كنت هلبس فيها لبسة. يا نهار ابيض. ماشي 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 يا اسطى، ايوه انا بلبسهم في بعض، لبسه اقسم بالله، لبسه الاثنين مع بعض. اتفجرت ايزي. هبص دول عشي ده، عشي اقسم بالله. ايه جيت اهي، البسهم، حاول البسهم، بصوا جيبوا كده. ايوه ديم 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 ديم. ماشي انا عايز جيت، فاضل لي كام؟ انا عندي ثلاث بوابات، فاضل لي بوابتين. ادي بوابه. ايوه وسع وسع وسع. دي لعبة حلوة، وشكلها تصعب قدام كمان. لكم الجاي دي انا احاول اطلع من العربية واشوف. لا مش هينفع اطلع من العربية، لازم اصلا اكسر 10 عربيات بوليس. يعني لبستهم كده في بعض، لازم اكسرهم كده اهو. ماشي ماشي. اللي بعديها انا احاول انزل من العربية واهرب منهم من غير عربية. ماشي هنلبسهم، نلبس، البس 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 البس. ده انا لبست. يلا نهار اسود. ولا What's fun about Macarena is that there's a mech for everything. هنعمل الخطة بتاعتنا دلوقتي يا جماعة، سهلة ما تقلقوش، هعملها بصوا. ايوه ودت بس 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 بس. المفروض اكسر الحاجات اللي ورا دي يا جماعه، الحاجات دي بيجي، هو البيس بيجي ورايا، الراجل يحصلني، يا نهار اسود. واحد بيكتر. يا ابن يخرب بيته، اتغفلني. مره كمان، انزل مع العربيه. انا عايز اعرف بس، هو انا لازم اخبط العربيه، اخبط الحاجات دي من غير عربيه ولا ايه؟ ايوه ممكن اخبط كده ولا هموت. ما ينفع، ممكن اموت. عاش عاش عاش. ولا لو نطيت هتبقى راجل، نهار اسود. بيدور عليا، فين البتاع؟ بسرعه. نهار اسود بيجري ورايا، يا نهار ابيض. كتير 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 كتير. بس ولا 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 ولا. اوه اول واحد فريده، يا نهار اسود. اوه اقضج. انا مش عارف اروح فين، انا عايز اروح اشوف الحته. ايوه ايه ده؟ مش عارف ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه والله. كف واحد دودج. انا مش لاقي اللي بتاعت الميه دي والله العظيم. عايزين واحده ماما ملاله، عايز واحده ماما ملاله اللي ورا دي. عايزين ناخد واحده ماما ملاله. ايوه يلا الماما ملاله. انا مش فاهم حاجه. اي واحده. قفشنا. صعبه فشخ الصراحه. هي صعبه والله العظيم. اخر مره انا مش عارف ايه لعبه عجباني قوي والله العظيم. بصوا دي حاجات مطلوبه مننا كتير بقى، فانا هعملها بالاملاله. بص انا هقفل. ايه ده؟ ده واحد كان معايا بتاع بيطبل. استنى استنى استنى. ايوه نزلني بس، نزلني هنا. ايوه املاله. فين المبلاله؟ فين انا فوت سرفايف 10 ثواني خلاص خلصتها. ماشي ايوه اهي ماشي. عايزين فين تحت الميه؟ فين الابلاله؟ فين؟ انا بدور. راجل حصلني بتاعت يا ابن المحظوظه. خلاص فيكس نشوف اللعبه اللي بعدها، عشان شكلها هنطول جامد في اللعبه دي وشكلها صعبه جدا اصلا. اللي بعده ابلاله. اوكي بصوا هقولكوا على حاجه يا جماعه. اللعبه اللي بعديها انا مش عارف يعني مش عارف ازاي موجوده في الحياه. يعني انا مش عارف ازاي اتسمت كده فاهم، يعني ازاي الشخص عنده الجرأه انه يسميها كده يعني، او ازاي دي حاجه موجوده في الحياه اصلا. ما يعني اسم اللعبه يا جماعه عارف انت يعني مش عارف اقول لكم ازاي. عارف انت لما تبقى يعني عيل صغير فاهم، عيل صغير قوي مثلا، طفل قوي لسه مثلا سنه سنتين ولا حاجه، فتعمل بتبيع على نفسك فاهم، فيقول لك يلا يا ابو
هخة فاهم. بصوا هي دي اللعبة هي دي. بصوا شايفين ما اعرفش لا تعليق لا تعليق لا تعليق والله. انا كنت اشوف اللعبة دي عبارة عن ايه. تمام ايه ده ابو شخة. ايه ده مغامرتك ايه ده انا خلاص اخش بالي. الواد البامبرز بتاعه منازل تقريبا. اوكي ماشي يا جماعه مغامرات ابو هخه فاهم. نخش يا جماعه نلعب مغامرات ابو هخه تمام ونشوف ايه. طب في هدايا استنى في هدايا هدايا رائعه في انتظاركم. قوموا بينها جميعا وراحوا اكسبوا تابلت او ايه ده ده بجد انا خلصها والله العظيم. ماشي المتجر استنى شوف شوف المتجر فيه ايه. ايه ده اشتري 25 هخه الطلقات. ايه ده فيه ايه شراء فوري شراء خلاص انا اسف انا اسف عشان الاغنيه خلاص هحلم بيها والله العظيم. الجبل الغابه الجليد الغابه ولا اسمه ايه. هم حاطين لي دي مش دو دي شارك دو دو دي شارك مامي شارك تو 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 ترو مامي. معلش لازم يا جماعه نوقف يا جماعه المزيكا عشان ما نلبسش كوبرايت. معلش ثواني. معلش يا جماعه هنلعب اللعبه من غير صوت عشان فيها كوبرايت فاهمين. ايه ده في ايه ده ايه اللي مدلدل ورا ايه ده في ايه ايه ده مين دول ايه ده مين دول والله العظيم. ده بيتنط عليهم صح. ماريو ماريو ذات يو. ايه ده انا بجمع بيبي فعلا. اوكي ماشي استنى ماشي خدنا بيبيهات كتير. نكمل كمل خدنا كده معانا كده معانا يا جماعه 32 هخه تمام. ماشي نمشي كده اهو. ايه ده استنى استنى في حاجه بضرب هنا في حاجات بضرب. ده في سيف استنى بس استنى. ايه ده بضرب والله العظيم بسيف والله العظيم. ايه ده هو ايه ده ده بنط عادي وده ايه ده انا بضرب طلق. انا ضيعت كل طلق. تمام شويه شويه نجمع بس ده هدفنا الوحيد يا جماعه. هنجمع الهخه تمام. ده ما ينفعش نط عليه ده ما ينفعش نط عليه ده بس بالظبط كده بالظبط بالظبط بالظبط. طب ايه عايز اعرف ايه النهايه ايه نهايه اللعبه يعني هبقى ايه انا بجد هروح انضف البامبرز مثلا دي نهايه اللعبه يعني انا هروح دلوقتي اغسله ده هدفي من اللعبه ولا ايه مش فاهم والله. لا ليه ايه اللي جاب انجري بيرد انا قتلت انجري بيرد من شويه. اضرب 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 بس يا بابا بس بس مطلوب. يا جماعه انا مطلوب ليه فاهم هتلاقي فاهم الست الوالده بتدور عليا فاهم مطلوب ان انا عشان تغير لي مثلا انا مش فاهم والله العظيم. ما ينفعش انزل تحت مش زي ما ينفعش لا ما ينفعش ننزل تحت. هشوف نهايتها ايه والله. جوائز للفائزين قصدك جوائز اللي يعملها ولا ايه. انا مت خسرت ايه انا خسرت انا كنت بنط مت. هو تقريبا الجاذبيه شدتني تحت تقريبا او لزقت ماس ما اعرفش انا مش فاهم. ايه ده انا كل ما ادوس نيكست يجيب لي اعلان مش ممكن نلعب لو سمحت. ايه ده يابا انا كل ما ادوس ان انا عايز العب تاني يوم يجيب لي اعلان. لو سمحت لو سمحت بعد اذنك العب مجددا يا طب ده سادس اعلان شفناه بعد اذن. هو خلاص كده يعني دي ده عقابي يعني ده عقابي ان انا مت ده عقابي مش فاهم والله العظيم ده عقابي يعني بيعقابي ممكن ارجع للبيت ماشي رجعنا خلاص جالي التحميل. لا ما انا عايز العب ده هيلعبني الاول تاني اعتقد دي اللعبه يا جماعه مش هنشوف اكتر من كده يعني. انا كان نفسي اشوف نهايه اللعبه والله العظيم هل هيغيروا البامبرز فعلا ولا هو هيعمل ايه. بص الواد على الجنب بيوطي احرقه فعلا. ماشي اللعبه اللي بعديها اللعبه اللي بعديها اللعبه اللي بعديها. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف يا رب ارحمني يا رب يا رب ارحمني يا رب. اللعبه اللي بعديها اللعبه اللي بعديها اللعبه اللي بعديها يا جماعه اسمها اين اشيائي وحاطين صوره الواد بتاع ايه اللي هو المهمه المستحيله بتاعت انتوا فاهمين عارفين الفيلم يعني. هنخش نشوف ايه اين اشيائي دي. العاب عربيه 100% ما واضح. اين اشيائي صور اشيائي اسامي اشيائي ايه ده قصدك يا معلم في ايه اللي يقول لي صور اشيائك ايه ده في ايه اسماء اسامي اشيائك. ماشي ابحث عن 2 مولوتوف. يا نهار ابيض انا هيجي لي ايه ده ابحث عن 2 مولوتوف. عيني وجعتني اصلا من الصوره اول ما طلعت لي. ده 18 ثانيه يا جماعه استنوا 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 2 مولوتوف 2 مولوتوف 2 مولوتوف. والله العظيم انا بهبد اقسم بالله انا كنت بدوس على ده. ماشي اوكي ده المطوف اوكي ده الخضرة ما خدتش بالي ما خدتش بالي ما خدتش بالي. ماشي ابحث على 2 فأس 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 ده اوكي عايزين فأس اهو فأس تاني اهو ايزي ايزي عندك اكتر واحد يا سلام. بص عندك اكتر واحد اقسم بالله نزلته ثقابة. ابحث عن خوذة سهلة ايه ولعة حبيبي تسلم حبيبي تسلم. ابحث عن 3 فلفل ادي واحد فلفل 2 فلفل 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 اهو 3 فلفل ايزي. ايه ده اوكي ده ليه وقت معين 3 فاز ده المفروض بسرعه اوكي افتكرت بتريست شت 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 احنا لبسنا اجمالي ده ماشي ماشي حلوه دي محتاجه سرعه بدينه. ماشي 2 دبابه 2 دبابه بسرعه 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 دبابه 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 ده دبابه لا ده مش دبابه دبابه ايه دبابه فين دبابه دبابه فين الدبابه الدبابه اهي الدبابه اهي ماشي 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 كل شويه بزود 5 من الوقت تمام 2 مولوتوف ادي مولوتوفا وادي مولوتوفا ايزي يا جمال. ابحث عن طائره ادي طائره ايه ده بس كده
ايزي. ابحث على اتنين سمكه، اتنين سمكه سمكه ايزي. حاول تحافظ على مستواك. انا بحاول والله باشا باشا اهو. اتنين سبيك الذهب، اتنين سبيك الذهب، واحد اتنين اتنين قنبله 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 قنبله، اتنين قنبله جنب بعض اصلا، دول قنبله. اوكي نايس سلام. ابحث عن ثلاث صواريخ، صاروخ صاروخ، ادي صاروخ، ادي اتنين صاروخ، ثلاثه صاروخ ايزي. اتنين نينجا، نجمه النينجا، شوركن، اتنين شوركن، اتنين واحد شوركن، اتنين شوركن. لا مفيش تمام، طالما انا كسبت مفيش خساره خلاص. ثلاثه طياره، والله العظيم احنا ممكن نقعد كده لحد الصبح. اتنين طماطم، اهي يا عم يا عم، هم اللي باينين اصلا بره. يا نهار ابيض، ابحث عن اتنين خشبه. ايه ده الاثنين اصلا في الوش؟ ايه ده انت بتساعدني ولا ايه؟ مش ثلاثه دبابه تحت بعض يا باشا والله العظيم. ابحث عن ثلاثه سمكه، اهو اهو اهو. انا كده خلاص اعتقد ان انا مش هخلص. ثلاثه مسدس، ممكن تبقى صعبه. لا مسدس انا صح غلط صح؟ مسدس اوكي اوكي. احنا لبسنا 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 اسود، لبسنا اسود اسود مسدس 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 مسدس. انا مش شايف المسدس اقسم بالله ما شايفه. اهو واحد اثنين ثلاثه. اوه لا مؤاخذه مؤاخذه، صوتي كان هيتحرق دلوقتي. اثنين نبله 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 نبله. لا 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 البسنا. يا نهار ابيض ما خدتش بالي، مش والله العظيم ما شايفهم. اجمالي 2207، حلو قوي حلو قوي. اعتقد كفايه كده عشان اشوف بس ايه الصور الاشياء دي. اوكي ده بدل ما يقول لي اسماء يقول لي صورها. هي 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 ماشي، حلو حلو حلو. نشوف اللي بعديه، نشوف اللي بعديه. اللعبه اللي بعديها يا جماعه اسمها ايه؟ ده نفس الناس لعب عربيه في ام اف ام. ايه ده في ايه اللعبه يا جماعه اللي بعديها اسمها؟ انا حاسس ان الاسم مش طالع عليه، ما في علينا. اسمها حرب الارهاب. لو انتوا شايفين كده في حاجه خطره داخلين نعملها دلوقتي. الاسلحه، المسدس، الام بي 5، الشاتجن. اوكي مش مهم. المهمات، مقابر الاهرامات، مهمات الاهرامات. نخش الاهرامات ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. واه ما هذا؟ استنوا بقى استنوا، انا معايا دلوقتي بتاع ماشي اهو. مسدس ايوه حرك. انا فضلت الاثنين تقريبا فوق تقريبا حاجه زي كده. معايا 10 امو اجري. هو اللي هناك ده في الصحراء دوت، انا فضلت له يا باشا. انا كده ايه عليه كده اهو، هو بيجري عليا. ايه ده هشوف شكله. ايه ده بيموتش بيموتش. مات مات مات. فضل صاحبك، صاحبك فين؟ صاحبك فين؟ صاحبك فين؟ صاحبك فين؟ هو ليه حاطط الارياف جنب الاهرامات؟ انا مش فاهم. البيوت دي مش عندنا في مصر يعني، مش جنب الاهرامات عامه يعني. البيوت اللي دي فاهم هي دي مش عارف. انا باشا هو اعمى تقريبا. استنى هو اعمى. هو اعمى. لا ده مش اعمى. لا اسمع اسمع يا نهار اسمع يا اسطى قتلتك. اوكي انا مش فهمتش والله، انا اتسرعت والله العظيم. مش المرحله اللي بعدها، المرحله اللي بعديها ها المرحله اللي بعديها تبقى اصعب صح؟ سته برضو. انا بس هم شايلين حاجه تقريبا، دول مدرعين تقريبا، دول ولا ايه؟ ايه ده لابس ماسكين اي كي؟ مش ايه ماسكين نهار اسود واحده ما كي فعلا. انا موت انا موت انا موت انا موت انا موت. يا لهوي تك كفر تك كفر تك كفر. هلب 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 ابدل من ظهري. ايزي 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 ايزي. كومون بوي كومون بوي كومون بوي. ما ينفعش يرين يمين، ما ينفعش يمين. ايه ده ايه ده يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى ضرب. هو ايه ده؟ هو انت كنا بنتعزم انا وانت ولا ايه؟ والله العظيم مش عارف. فاضل واحد. انت ايه ده مسدس ده عبيط ده عبيط ده عبيط ده انا هموت بسببه. شت شت اوكي معلش يا جماعه، بس المسدس كان فيه مشكله، بس المسدس كان فيه مشكله اعتقد. بس كده صح اللعبه تبقى بس كده صح؟ عارفين بس كده هو فضل يزود لي بس ناس مش اكتر. اوكي 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 اوكي. فان جيم سيئه ومش حلوه قوي برده يعني، ده رايي الصراحه. بس يعني لا حلو 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 حلو. برده جاي علي يموتني انا بس اقفل الفيديو وبس كده. اعتقد الخمس لعب بتوعنا بس كده. ده كان فيديو النهارده. ستوب 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 يا ابن تعالى بقى يا ابن بس كده يا شباب. ده كان فيديو النهارده. ربي يكون الفيديو عجبكم. انا طبعا يا جماعه من هدف فيديوهات مش تريقه خالص على اللعب دي، انا كنت بجربها وبقول رايي الصريح يعني فيها. واللعب كلها يعني متعوب فيها، في حاجات حلوه وفي حاجات شويه بس ايه كلهم حلوين. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ريت نوصل الفيديو دوت 30000 لايك. انتوا بالكم كام فيديو كده شغالين كويس؟ فايه يلا نكمل بقى ايه الشغل دوت. نوصل الفيديو دوت 30000 لايك تقدر تعملها. واهم حاجه تشترك على الاشتراك وتشغل الجرس وتتابعنا على كل السوشيال ميديا انستغرام وتويتر. هتلاقيهم هم وهتجيب لك في الديسكربشن تحت. وبس كده اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. و Goodbye.